قنبلة الشاورما، خبز لبناني مقلي ولحم ستيك مقطع شرائح، روست بيف، زيت نباتي وأيضا لبن، ثوم مهروس، ملح وفلفل وبابريكا، بهار مشكل، هيل مطحون وأيضا عصير ليمون. بالنسبة للخلطة، خلطة الشاورما لازم يكون فيه شرائح اللحم المشوحة، بصل شرائح، بقدونس مفروم، ثم وطحينية. للتقديم لازم يكون في بصل، بقدونس، ثم شرائح شمندر، الصوصات الجانبية، كاتشب التمر، دبس الرمان، طحينية، لبن، ملح، عصير ليمون. اليوم رح تاكلوا شاورما، ولا أطيب شاورما بيتية. تمام. باسمها قنبلة الشاورما، هيك سمعتها الشفعلة. صح، ما هي القنبلة شو بتكون؟ بتكون إشي مسكر، بعدين بتستني شو يعطيك المفاجأة. أيوة. هلا احنا ممكن تكون دجاج، ممكن تكون لحم، الفكرة هي فكرة طريقة التقديم، ولكن انت ممكن تاخدي بس اللي هي وصفة طريقة تحضير شاورما اللحم بالروست بيف، او اللي هي قطع الستيك اللي موجودة عندك وتكتفي فيها. بس انا رح اعطيك اليوم طريقة تقديم مختلفة. انا حطيت الزيت النباتي، وكمان هي احنا نزلنا من خلال تطبيق الفيسبوك على السوشيال ميديا، على صفحة التلفزيون الاردني ويوم جديد، على كل الصفحات اللي بتعود إلي. هلا درجة حرارة الزيت شوي بدها تكون عالية. بعدين رح نجيب خبز لبناني. شو هو الخبز اللبناني؟ اللي هو الخبز الرقيق. تمام، هذا هو خبز الرقيق، كلنا بنعرفه. اوكي، بعدين رح احطه وين؟ على القاعدة، الوش ما رح اقلبها، لاني اذا قلبتها رح تبطل باللون. كيف يعني؟ خلينا نشوف. يلا على الزيت. الزيت لازم يكون حامي. ايوه، شوفي معي، 1 2 3، بسم الله. بعدين رح نروح نجيب، شوفي كيف رح ينفخ معاي مثل البالون. ونجيب الزيت ونبلش نسقي من فوق، رح يصير مثل الخبز البوري الهندي. وأسقي عشان ينفخ معاي بالون من هالخبزة. شوفي كيف صار. الله، ماجيك، سحر. حصرا لبناني، غير هيك مش رح يزبط معك. وبعدين يا ستي الكريمة، بس تعمل قاعدة فورا. ايش بعمل؟ رح اروح اجيب هيك، وأحطها. راحة النفخة عادي. هلأ هي لحالها بترجع، بس إيش، أنا أقلبها على الوش الثاني. أوكي. حبيت ترجعيها، ها بترجعيها، ترجع بتسقي عليها، شو بصير فيها؟ ترجع تنفخ. بس أنا ما بدي إياها تأخذ لون كتير، فبضل أنا أحركها بهالشكل لما أخذها وأصفيها، عشان أنا أعملها زي الصندوق، لأنه الشاورما وين راح تكون؟ راح تكون جوا. وبس. أوكي. فكرة حلوة. تمام. إذا هلا احنا بنشيل الخبزة بهالشكل وبنصفيها وبنخليها على جنب. تمام؟ تمام. يلا، بدنا نحكي للمشاهدين الأعزاء بأنه بإمكانهم يتواصلوا معنا عبر أرقام هواتف البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة الآن. هيو عم بتشوفوا الأرقام معنا، تابعونا ورنوا علينا وسمعونا صوتكم الحلو، وأيضا بتقدروا تتفاعلوا معنا عبر الفيسبوك لايف على صفحة التلفزيون الأردني، صفحة يوم جديد وصفحة الشيف علا نيروخ. تابعونا، وأي سؤال أي استفسار نحن جاهزين أن نجاوب عليها كلها، وجاهزين أنه نسمع تعليقاتكم ومشاركاتكم. تمام يا أمر. هلأ هاي القطعة عجل بلدي، ممكن تجيبي إشي قطع من اللي هي قطع لحم بقري، بيف ستريبليون مثلا، ممكن تجيبي اللي هي قطعة الروست بيف. أنا هاي قطعة روست بيف من عجل بلدي، قطعتها مثل البيف ستراغانوف، هاي مسميات لحم، فأنت ما عليكي منها. جيبي قطعة ستيك هبرة بدون دهنة وقطعيها شرايح بس. تمام. تمام، احنا قطعناها بهالشكل زي قطع الفاهيتا. بعدين رح نحط لها خلطة. هلأ هاي الخلطة بدها تنزل فيها تتشوح على النار، اللي هي لبن، بسم الله، حسب كمية اللحم المستخدم. وبعدين رح نحط لها عصير ليمون. عصير الليمون شو بيسوي؟ ما رح يخلي اللحمة تشد، بس رح يخليها تضل واضحة معاي وما تتفكفك مع بعضها البعض، ورح يعطيني حموضة كتير زاكي. بعدين رح نحط شوي من التوم المهروس. بس انت حطيت الليمون قليل صح؟ ما بدنا نكتر. طبعا 100%. تمام؟ إذا حطينا لبن، حطينا عصير ليمون، توم، بعدين رح نحط زيت، عشان بدي أحطها وين على النار؟ زيت مش مهم إيش نوع صح؟ ممكن زيت نباتي أو زيت زيتون، أنا مستخدمة زيت نباتي الأسلم. بعدين يا ست الكريمة رح نروح شو ننزل؟ ننزل بهارات، اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وبهار مشكل، البهارات السبعة أو بهار لحمة والهيل اللي حكيت لكم إياهم شهر. وهي الهيل الأحمر، بابريكا صح؟ نعم. وهذا 7 بهارات، أو البهار المشكل، بهار اللحمة، الملح والفلفل من الكسيح، هاي فلفل، وهي ملح.
طبعا شيف علا، هلا اي يعني ست بدها تعمل هاي الطبخه بتقدر هي يعني بالنظر تحكم او حسب كميه اللحمه، مش انه مقدار معين من نعم. هلا انا مستخدمه هون هاي اكثر من 250 جرام، ما يقارب 305 يعني نص كيلو الا شوي، اللحمه بتوزن تمام. هاي الخلطه زي ما انت شايفه بدي اروح اخلطها مع بعض. هلا اذا عملتيها قبل بيوم منيح، كل ما طالت مده النقع كل ما كان كثير احسن واطيب. رح نروح نجيب بان او نجيب مقلايه واقليها اشوحها على الغاز. انا شوحت جزء وجهزت لكم اياه. اللحمه هاي رح تسحب كل النكهه وابدا ما رح تشد معك لانه في لبن، اللبن رح يطري اللحمه. تمام يا أمر؟ أنت بتفضلي أنه تضلها منقوعة بالصلصة هاي لوقت أطول؟ طبعا 100%. شوفي هلأ هاي لحالها، روحي اعملي لك تراتور صوص واعملي لك شوية بصل وبقدونس وشوية سماء، وهي صار عندك شاورما لحمة. بس إحنا اليوم يعني كل الناس بتعمل شاورما والستات متكتكات أكيد، إحنا اليوم رح نعطيهم بس مجرد فكرة كيف إحنا نعمل إشي جديد. تمام يا أمر؟ أكيد. حيا بتصبح علينا، وحمزة سوالحة بيصبح علينا أيضا، أحمد بيحكي لنا إبداع. حمزة سوالحة أهلا وسهلا فيك مرة تانية. حيا بتحكي لنا صباح الفل والياسمين من دير علا عم تحضرنا. حمود الشمري كل الاحترام والحب للشيف علا ولشهد ولكافة الشعب الأردن الكريم، محبكم حمود الشمري من السعودية. شريفة بتحكي لنا يسعد صباحكم دائما مبدعين وفي أفكار جديدة. وأم رعد الرواشفة بتحكي لنا صباح الخيرات. أم ثائر بتحكي لنا يسعد هالصباح، حمزة سوالحة أكلات روعة. وأيضا وسال بتحكي لنا صباح الخير والبركات. هلأ هون خلص اللحمة عندي استوى، طبعا بتشوحيها لما تنشف كل السوائل وتستوي تمام. بعدين رح نروح نجيب نعمل خلطة بعد ما استوت اللحمة، اللي هي شو؟ خلطة الحشوة في داخل صندوق المفاجآت، اللي هي اللحمة. بسم الله اللحمة اللي استوت رح نحط لها من طحنية الكسيح. نصبح على الكسيح ونشكر تواجدهم دائما، أحد رعاة مطبخ يوم جديد. دائما شو ما كان نوع الطحنية شهد اللي بستعملوها، زيت السمسم بضل فوق لأنه أخف، والطحنية بتنزل تحت اللي هو السمسم المطحون. شو ما كان دائما امسكيها، لأنه في ستات بتكبسها كبس لأنها مستعجلة، فدائما خضي العلبة بهالشكل تمام؟ تمام. بعدين رح ننزل عشان ما يتشتش الخبز، ما تكتري. اتفقنا؟ ما تكتري نقطة. شكرا. بس هيك؟ ما بدنا اياها تشتش. بدنا رح نحط شوية بقدونس. الله يا سلام. بعدين رح ننزل شوي من البصل. بصل وبقدونس وطحنية. فعليا يبدو انها رح تكون اطيب من كل الشاورما اللي بناكلها من المطاعم. هلا هاي البندورة اختيارية، بس بشرط نوجه تحية للكرمل اللي بيوفروا لنا دائما الخضار والفواكه، بشرط انهم يشيلوا البزر لأن الخبزة بتشتش. اتفقنا؟ اذا بصل، بندورة، بقدونس مفروم، وحطينا كمان الطحنية، ملح وفلفل وبهارات كله أنا مشتغلة فيه برا. أوريدي حطيتي باللحمة أول شيء. أيوة. صح؟ يس. نحرك بسم الله. هلأ هاي مبهجة، متى شهد كن عندك مناسبة، صح، عازمة خطيب بنتك، عازمة نسيبك، يعني عندك مثلا بناتك المدرسة، خطبي بنتك وتجوزي ابنك يا علا، أولا بدي أفرح فيكي وأعمل لك أحلى الأشياء، بعيني الله عبوفي دللي. يا اذا حطينا البندوره والبصل والبقدونس والطحينيه، شايفه كيف صارت؟ كيف صار؟ ايوه يعني خلطه واحده 100%. بعدين رح نروح نجيب صندوق المفاجات. شوف معك شهد اي حدا عنده سؤال كمان، احنا ريدي. صندوق المفاجات من تحت، بدنا نفتح شوي عشان ايش نحشي. يا اليسا بتحكي لك صباح الخير والهنا عليكم يا اروع شيف بالمجره. الله. فداء بتحكي لنا صباح الورد للناس، الورد ستعلى كل الاحترام حبايبي القلب. شريفة بتحكي لنا والله سهلة وسريعة وزاكي. ابتهال بتحكي لنا من رام الله يسعد صباحكم منورين الشاشة شهد والشيف علا، إبداع ما بعده إبداع. نور بتحكي لنا يسعد صباحكم، وابتهال مرة جديدة بتصبح علينا. وأحمد حامد بحكي لنا يسعد صباحكم. مراد محمد أحمد يسعد صباحك شهد. نائلة الحلواني بتصبح علينا. وورد المشاقبة بتقول لنا صباح الخير.
تسأليني كيف طلعت لأنها طلعت. يعني فعلا صندوق المفاجآت على وصف وتشبيه الشيف علا. هلا رح نشوف طريقة تقديمها وطريقة برضو أكلها. خلينا نشوف مع بعض. يلا نقول بسم الله. بسم الله. أيوة خلي إيدك خفيفة. جيب الصحن بدك تقدمي عليه وقولي يا رب. أوكي. سكرت. الله أعلم شو في جواها. بعدين نعمل لها شكل حلو. يعني هي يا خبزة مش منطق أنا أقدمها بهالشكل. رح نعمل شغلتين ومعك يا أمر رح نتابع. في شغلة اللي هي دبس رمان رح أعمل فيها خطوط، وكمان رح أعمل تراتور صوص اللي هو طحينية لبن عصير ليمون وملح، رح نعمل فيهم خطوط، والسايد اللي هو رح يكون جانبي صوص جانبي كاتشب التمر. كلنا بنحب، أنا بحب الكاتشب مع الشاور، ما أنت حرة تمام، فرح نخلي صوص التمر جانبي. هلأ من فوق التوب، يمكن هاي جديدة بس الله يرحمه اللي تعلمت منه هالأمور، شمندر معلب صفيه كتير منيح وقطعيه سلايس، وروحي جيبي لك شوية بصل سلايس بهالشكل، رح يتلون من لون شو؟ من لون الشمندر. بعدين رح نحط له شوية سماء وكمان ندعمه بشوي من بقدونس. البقدونس بهالشكل، شوفي هالمنظر. اتفقنا؟ بعدين رح نروح وين؟ رح نروح نجيب هالخلطة الحلوة على الوش من فوق. شيف علا اول اتصال على الهواء مباشره. بدنا نقول الو صباح الخير يا اكرام. صباح الورد والهنا يا حبيبتي. اهلا وسهلا اكرام. من وين عم تحضرينا؟ من اربد حبيبتي. اهلا وسهلا فيكي. شو رايك بهالشاورما؟ ما شاء الله على الشيف علا. اول شيء بدي اهني سيدنا وابونا وراس تاجنا سيدنا بعيد ميلاده، احكي له العقبال مليون سنه ان شاء الله، مش 100 مليون، والله يديمك دخر لهالوطن ويديم جيشنا يا رب وامانه واستقرارنا. وبشكر الشيف علا يا مذيعتنا المزه على كل شيء حلو بتقدم لنا اياه كل يوم. تدللي يا ستي، تدللي لعيونك. كل دقيقه الشيف علا يعني كمان اليوم بدنا نجربها ان شاء الله باذن الله. بخدمتك يا حبيبتي، الله يقويكي وتعملي هيك احلى الاشياء. شوف الخبز مسقسق يا اكرام، الحق يا اكرام. فايت بجنن الشيف علا يعني الحمد لله كل شيء متوفر ان شاء الله غير هسه نبلش. حبيبتي حبيبتي الله يسعدك. ان شاء الله بتضلوا باحسن حال. يلا رح نجيب التراتور صوص. هاي الاكياس الدسبوزابل 100 كيس بدينارين ونص، اذا احنا حجتنا خلصت تمام. ما عندك بكيس اللحمه تبع التفريز، شوف الصمت يا عم المكان. طب كيف رح ناكلها؟ هون الفيلم الهندي. كيف بالله رح ناكلها؟ عندي فضول اعرف. بالشاكوش. كيف يعني بالشاكوش؟ هنضطر نخربها، بس اخذ لها صوره بفتح لكم اياها. سلامتك وتعيشي. أبدعتي الصراحة. الشاكوش هذا هو ينباع تقريبا نص دينار أو ربع دينار أقل تمام. نحطه هلا هذا بستخدموه لقوالب اللي هي البوكس من الشوكولات اللي بيكون جواها خاتم خطوبة. واحد باعت
كادو لخطيبته. هلا احنا انا حولتها لإشي مالح باستخدام الخبز العربي المنفوخ، خبز اللبناني، بتروحي بتقوي قلبك وبتطقي على الخبزه وبتفتح وصحه وعافيه. شويه بطاطا على شويه كاتشب تمر. راح اعمل كمان واحده انا كرمال، نقدر نفتح لكم واحده على الهواء تشوفي فعليا كيف راح نتعامل معاها. والسايد راح احط جنبها كاتشب التمر المنتج الاردني، يعني أكتر إشي ممكن يفش يكون القلب، يكون صحي وبنفس الوقت بيعوض عن الكاتشب اللي مليان مواد اصطناعية. نعم. إبداع وتميز أشكال وأنواع مختلفة وأصناف من الوصف الواحدة. شيف علا بتبتكر أكتر من طريقة للتقديم والتحضير والطعمات المتميزة دائما. حبيبة قلبي، هلأ هذا الخبز اسمه في المخابز، في أصغر منه اسمه كعب الفنجان، وفي إشي اسمه الخبز العربي البيبي، موجود بالمخابز تمام. فممكن أنت كمان تسويها بهالطريقة كمان، عشان إحنا خلينا نكون نحكي دائما بطريقة مبسطة للجميع. ممكن أنا أروح أشتغل فيها بهالطريقة وأعملها وأحضرها لضيوفي أو أهل بيتي بهالشكل، وأروح أعملها بالخبز البيبي أو خبز تبع كعب الفنجان. اتفقنا؟ يا اتفقنا. ونص وعشرة حبيبة قلبي لعيونهم. فهي كذا طريقة لأولا خلطة الشاورما، وكمان طرق من طرق التقديم.